أبدأ مع السيد هانسل. سيد هانسل، هيئة الإحصاء الرسمية في كوريا الجنوبية حذرت أكثر من مرة من بلوغ البلاد مرحلة مجتمع الشيخوخة الفائقة. بما يعني تعلق على هذه الكلمات، هل الحديث عن تحذيرات مجتمعية اقتصادية قد تصل إلى تحذيرات سياسية استراتيجية تضر بمستقبل كوريا؟ أولا أود أن أشكرك على هذا السؤال. إن الإحصائيات الخاصة بجنوب كوريا الجنوبية، نحن نحاول العمل مع منظمات مجتمعية، وإنها تعكس هذا الزيادة الكبيرة وهذا الاختلاف الموجود في المجتمع الكوري اليوم. إن دولتنا بشكل فائق تعمل ولديها أمور عدة بشكل غير مسبوق، وهذا الأمر يتعلق بعدة أوجه وسبل. فيما يتعلق بالمنشآت، فوصل الأمر إلى ما يزيد عن زيرو على 0.7 أشخاص لديها مشاكل. بمزج كل هذه المشاكل، فما يقل عن 1.3% ممن هم في عام 2022 قد عانوا هذا الأمر. فإن معدل الخصوبة والزيادة السكانية قد زاد إلى 1.24 مليون في 2011، ومن الواقع أن يزيد أيضا في 2012. ويوجد العديد من المشاكل الأخرى الخاصة بالانهيار التي يمكن أن تحدث كما حدث في عام 2018، وأيضا المشاكل التي قد وصلت إلى 0.8. هذه الإحصائيات الديموغرافية تعطي علامات واضحة حول نقص معدل الخصوبة الموجود، وهو أمر ضروري من أجل حماية والحفاظ على هذا المعدل النمو في السكان. هذا أمر غير مسبوق، ونحذر منه منذ عقدين سابقين. إن الأمم المتحدة قد أشارت إلى هذا أيضا، إن مجتمع كبار السن ما يزيد عن 65 في كوريا الجنوبية موجود، وهذا يعد من أكثر الدول ازديادا بعد اليابان. فإن دولة جنوب كوريا الجنوبية تتوقع زيادة ونمو في هذا الأمر، وأن تكون هي من أكثر الدول التي لديها تعداد كبير في كبار السن. وأيضا بنظر إلى نظام المجتمع الآسيوي، فإن 70% من هذه الظاهرة تعد وتمثل بشكل كبير وتمتد كأنها متوقعة. وهذه المشكلة على وجه التحديد تتطلب العديد من السبل الكثيرة لعلاجها.